إن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، هل تعتقد بأن هذا أوتوماتيكيا سيعني الانسحاب من سوريا، أم أن سوريا لها خصوصية مختلفة؟ هنالك تدريبات لقوات جيش سوريا الحرة، هنالك قوات سوريا الديمقراطية، هنالك تركيا تضغط بذلك الاتجاه. يعني إذا ما قارنا العراق وسوريا تحديدا، هل تعتقد أن سوريا قد تختلف عن وضع العراق هنا؟ لا، سوريا هي امتداد للعراق، وطبعا يعني حيالله تنسيق بيصير بمنطقة دير الزور، أما بمنطقة أبو كمال لمنع تدخلات إيرانية من سوريا. أنا بتصور بأن نرجع نعيش فترة 2014، ربما إذا تم أي انسحاب أمريكاني. نحن شفنا بعد ما تم الانسحاب الأمريكاني بال 2011 من العراق ماذا حصل للعراق وسوريا وحتى شمال إفريقيا. هل نحن اليوم بحاجة لنعود إلى ذلك الفترة السيئة من تاريخ الدول العربية؟ أكيد لا. بقى أنا بتصور هذا الانسحاب هو كلام فارغ بالوقت الحاضر، لأنه إذا الرئيس بايدن راح يقبل بأي انسحاب عسكري إن كان من العراق، خاصة إذا ينسحب من العراق ومجبور ساعتها ينسحب من سوريا، لأن الشعب الأمريكاني بده يحاسبه على الانهيار الأمني بالعراق، ودغري راح يقولوا له يجب أن تنسحب من سوريا فورا. سيكون هنالك ضغوطات على أهل الانسحاب من سوريا، ولكن يعني هو في بالفعل ازدواجية بموقف إدارة بايدن. يعني الأسبوع الماضي مضيوا اتفاق جديد للقاعدة العسكرية بقطر. يعني كيف بدك وجود عسكري بقطر وما بدك وجود عسكري مع حلفائك في قوات سوريا الديمقراطيه بسوريا، وكيف ما بده يكون عندك وجود عسكري مع حلفائك اللي لهم من اوائل التسعينات بكردستان، اما حتى بال 2014 العوده الى قاعده الاسد في العراق. يعني في واقع يعني ما بيقعد يقبلوا العقل إذا قرر الرئيس بايدن الانسحاب، ولكن أنا بتصور هذا تدويل، وربما هنالك ضغوطات من الطرف الإيراني داخل إدارة بايدن للتفكير بهذا المشروع، لأنه بصفوا يقدروا العراقيين يسوقوه بالداخل العراقي حتى يقولوا للمجموعات العراقية والفصائل نحن بدأنا بدرس ملف الانسحاب.